شنو الدنيا هنا؟ والله الدنيا عيشة خويا، سامحني عيشة بركه عيشة اوذني، لا خاصة اوذني عيشة. كان هنا عيشة تيت. شنو تونس مال؟ تونس اخمش واخمش. 16 سنة 15 سنة 16 سنة توا الاربع ونص تاع الصباح هما يسعسقوا في الشوارع. فابين ان شاء الله ربي يهدي، ان شاء الله ربي معاكم يا اخوي. ان شاء الله تحكي مع الناس وما فاهم، فهمتني؟ ما عنديش ياسر صحاب طلاين، لان ما نحكيش معاهم الاكثريه طلاين، ما نحكيش معاهم ديما يا افريكا يا دومينيكان ويا اسبانيول، ويا ما نحكيش مع طلاين. نتعارك مع الستاد معناتها، ولا مره زيت يدي عليه اختي الدينونج ضربت استاذ، ضربته حجره. حجرة ضربته بحجرة. حجرة ديما نحكي لك، الناس هاربة من تونس، هاربة من البوفرتا ومن فهمتني، من الفقر يعني، من الفقر ومن اخي بحاجة. كنت مشيت تما لابس مزيان سبرديلة جديدة، وكتشوف دراري اخرى لابسين صندادي الميكا وداك الشيء، ما لابسينش مزيان، ما عندهمش فلوس. والله تولدت في اوديني وقريت في تونس 3 سنين، عديتها 3 سنين قراية، غادي عملت روضة وقريت. يعني أمك وبوك يعيشوا هنا؟ يعيشوا هنا. وهنا توقعت تقرأ؟ لا بطلت القراية. بطلت القراية. عندي عامين. عندك عمل لي عمرك 14 سنة بطلت القراية؟ بطلت. عليه وليد عم. تحكي مع الناس وما فاهم، فهمتني؟ ما عنديش ياسر صحاب طلاين، لأن ما نحكيش معاهم الأكثرية طلاين، ما نحكيش معاهم ديما يا افريكا يا دومينيكان ويا اسبانيول، ويا ما نحكيش مع طلاين. اطلينا كبشه اليوم يا سيدي، هاني نتلف انا مقبله وانا نتلف، الاخرى الفوق كبشت. اسمعني، نتربى في الكياس وليد عمي. يا ربي يا كريم، وانا كنت ريكش نعمل في افريقيا اللي روحي جاب قص علي. هو قص علي. نبداو باليمين. بونا سيرا كوميتي كيامي تو اوتي كومي اوتي اوتي ده دوي فيني؟ غانا. غانا هذية من غانا، اسمه أوتي. أوتي أنس. إيه؟ أنس. أنس؟ إيه. بس صعيب خاطر مغربي أنت نو. مغربي. تقوليش أوتي حتى أنت نو. لا لا. أنس. أنس. وأنتي؟ آدم تونسي. آدم تونسي. أنس. أنس مغربي. وأوتو. أوتي. أوتي. أوتو. أوتي. غانيز. Ganese. Allora, scusa, adesso dobbiamo parlare in arabo. Ma tu capisci l'arabo? Niente proprio. Però sei musulmano? Tu padre è musulmano. Tu? Non capisci ancora? Speriamo che troverai la strada giusta. Allora, Maghrebi o Tunisi? Edem, quant'è l'umr che Edem? 16. Eh? 16. Tahki bel rasmi? 13 سنة. 16. 16. 16 في بالي قلت 13 صحيبي. لا 13 حتى 16 كان يراقب للدارس حتى 16 راهي 16 راكي مازلت صغير. يعني كيف جيت ادم بلي؟ والله تولدت في اوديني وقريت في تونس 3 سنين، عديتها 3 سنين قرايه، غادي عملت روضه وقريت. يعني امك وبوك يعيشوا هنا؟ يعيشوا هنا. Allora ولدوك هنا؟ ولدوني. بعد بعثوك لتونس؟ بعثوني لتونس 3 سنين. كبرت تونسي يعني؟ تعلمت العربي؟ مليني صغير. الكتاب؟ والله مليني صغير، ناخذ في الشلابخ من القرايه، ما كنتش نعرف نكتب الباهي العربي. على الاقل جيت بالصلح تعلمت تكتب العربي. لا كان جيت ولدت وقعدت تعيش هنا، راك ما تعرفش تكتب العربي. فاهمك خويا. أما جيت بالصلح هذيك تتسمى ولا لا حسب رايك؟ وين؟ كي روحوا بيك تونس. يعني روحوا بيك تونس، قريت غادي، كبرت كيف ما نقولوا غادي، تعلمت غادي القرآن والعربي، ومن بعد رجعوك هنا. اي رجعوني لهنا. وهنا توقعت تقرا؟ لا بطلت القراية. بطلت القراية. عندي عامين. عندك عملي عمرك 14 سنة بطلت القراية؟ بطلت. عليه وليد عمي. والله خذيت برشا دينون مشيت من مسكولة وبطلتها معناتها. خمجتها في الليسي تردوك يعني. ديما كل نهار ندخل مع ندخل ريتاردو مع
ثمانية ونص هكا ديما تجي مؤخر يطلبوا عليك البي كيف ما نقولوا نتاع التأخير نتعارك مع السيد معناتها وانا مرة زيت يدي عليه خذيت دينونج ضربت استاذ ضربته بحجرة بحجرة ضربته بحجرة بحجرة شنو شنو الدنيا هنا والله الدنيا عيشة خويا سامحني عيشة بركة بركة عيشة اذني لا خاصة اذني عيشة كان هنا عيشة تيت شنو تونس مال تونس اخمش واخمش برو حطت طليان باهي برو لو كان تعرف تحكي مع الناس وما فاهم فهمتني ما عنديش ياسر صحاب طلاين لنا ما نحكيش معاهم بالكثرية طلاين ما نحكيش معاهم ديما يا أفريكا يا دومينيكانو يا إسبانيولو يا ما نحكيش مع طلاين ديك ديما عركة في الليل وديما مع طلاين فهمتني صاحبي طليان خمجو العرب خمجة طلاين هذا انت تقول هكا رواه كلامك انت يعني عمرك 16 سنة 16 عمري 16 نحكي على عطلاينة خمجناها ايطاليا خمجناها يعني تقول انت نحن العرب نخمجنا ايطاليا نو ما نحكي لك الناس هاربة من تونس هاربة من البوفرتا ومن فهمتني من الفقر يعني من الفقر ومن ومن الهم ومن الميزيريا ومن فهمتك خويا هاربين من الهم وكلها خويا لباس الناس اللي وصلت ادم انا باش نرجع لكلمة انت قلت نحن خمجناها اي خويا كيفاش انتم خمجتوها خمجناها معناتها خمجناها خويا ما ديما يا تحل الجورنال تقرا تونسي 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 ولا مغربي مغربي عمل هكا ولكن ادم زاد راك تحل الجورنال تلقى مثلا المحامي الفلاني تونسي تلقى المهندس الفلاني تونسي تلقى المستثمر الفلاني تونسي تلقى مدير باللحظه تلقى مدير المستشفى الفلاني تونسي مدير الشركه الفلانيه تونسي مديره الشركه الفلانيه تونسيه المهندسه الفلانيه عملت كذا وكذا الى اخره الى اخره الى اخره مش كنا ذوكم يعني تلقى الباهي وتلقى الخايب فاهمك فما ناس كبار فهمتني حتى في تونس والعرب فما ناس معناتها امبورطانتي في ايطاليا فهمتني انا ما نحكي لكش على طلاينة نكره وما نحكيش معاهم فهمتني انا قلت لك جيناها لنا خمجنا من ايطاليا كهو خويا ما حبش نحكي على حويج ادم ما نحكي نسمع فيك كي تحكي متيقر صحيبي نحسك هنا نو شنو نحسك متيقر صحيبي ما هكاك كأنك تكره إيطاليا وتكره العيش هنا يعني ما لاشين نكره يا أخي تكره تونس وتكره هنا وين تمشي للقمرة تونس بلادي نحبها ما قلت لك العيشة 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 لو ديما كيقولوا نكره تونس نكره معناتها لكن أنا الخايب فماشي حاجة به تعرفش كيف إيه شنو أحسن حاجة في تونس وشنو أخيب حاجة في تونس بالنسبة لك أنت أحسن حاجة في تونس هي العباد نتاعها تعجبني تونس العباد تعجبني تاع تونس هذه نورمال ما فما برشا يقولوا عكس كلامك ولكن رأيك رأينا أحسن حاجة في تونس هي عباد أحلى حاجة هي عباد ما عمري عملت مشكلة معاه ما عمري تعاركت ولا هزيت صوتي على مع واحد ولا واحد هز صوتي معايا فهمتني ضر وشنو اخي بحاجه بتونس اخي بحاجه هي نحكي لك على مثلا عن نظافه على مثلا انت تدخل في السبيطار تدخل السبيطار قدام واحد ياخذ مرضى ولا ياخذ فهمتني ايه مع عمري كان كلينيك ولا كنت صغير كنت عندي يعني عندي لنا عملية عملوا لي عملية ما عمري طبيت السبيطار كان كلينيك فهمتني خاطر غادي ياسر مرض نحكي لك مثلا على نظافة ولا على مكلتها ولا فهمتني باه انت تو قلت احسن حاجة تعجبني في تونس اعبادها في تونس يعجبوني العباد خير من هنا ذيش تقصد واخي بحاجة في تونس امور صحة يعني امور صحة على حيط تونس وقبيلة انت قلت لي زادة قلت لي احسن حاجة تعجبني بتونس ترابها
تعجبني التراب، التراب البلاد يعني تعجبني. واخي بحاجه تعجبني في تونس قلت لي، واخي بحاجه في تونس ولا شنو قلت لي، امور سياسه يعني امور حكومه وامورك العباد اللي هفوها البلاد سرقوها. هذا ايش قلت لي انت قبيله خاطر هكا عودتهم تكونفيرمي لي الكلام هذا قلته انت راني عودته كونفيرمي لك خويا. فوالا خويا المغربي شنو احسن حاجه في المغرب وشنو اخي بحاجه في المغرب؟ احسن حاجه في المغرب نقول لك انا الصراحه نقول انا تشوف جداتك العائله ديالك فهمتي العائله واخي بحاجه اخي بحاجه كنمشي تما لابس مزيان سبرديله جديده وكتشوف دراري اخرين لابسين صندادي الميكا وداك الشيء ما لابسينش مزيان ما عندهمش فلوس. هذه الحاجه الخايبه. باش نختصر كلامك احسن حاجه تعجبه في المغرب العائله، واخي بحاجه في المغرب الفقر والهم والميزيريا. فوالا اوكي خويا ان شاء الله ربي معاك. قديش عمرك انت قلت لي؟ 15 و16. تو كنت يعني اي سيديتش يلا 16 سنه 15 سنه 16 سنه تو 4:30 تاع الصباح هما يسعسقوا في الشوارع. فابين ان شاء الله ربي يهدي، ان شاء الله ربي معاكم يا خويا، ان شاء الله ربي يوفقكم.